بس ما تقلقش، عملت معاه الواجب وزياده. قريبي؟ اه تعالى. ابو الليف حلوه قوي دي، وحشنا يا عرب. هتقف متخشب كده كتير؟ مش هتيجي تحضن وتبوس وتقول لي وحشنا ابو الاتكاش؟ يرضيك كده يا عم بشير؟ انا هروح احضر لكم العشاء. لا لا استنى يا عم بشير، ما تعبش نفسك، انا قريبي مستعجل، خمس دقايق وهتكل على الله. لا انا ممكن اقعد واكل كمان، وفرصه ناكل عيش وملح مع الراجل المحترم ده. وانت سيد من يصون العيش والملح برضه. عموما انا صاحي، لو عوزتوا اي حاجه اندهولي. تشكر يا ذوق يا محترم، جميل قوي الراجل ده عرب قوي. انت اللي في بطنك يا دوكش، شكلك لابد في الدره من زمان. ربنا يكفيك شر اللي لبديت يا سيد، كمان لبدتي والقبر. بص يا عرب، انا جيت على نفسي وقطعت المشوار ده كله وجاي لك عشان نتفاهم. هات اللي في جوفك واخلص يا دوكش. طب ما تخلص انت وتخلصنا يا سيد، ولا احنا هنفضل نلعب بعض كده قط وفار كتير؟ على رايك، ما تروح تلعب بعيد وتريح نفسك. بقول لك ايه، انسى زبيده يا دوكش، انساها. وماله بلاها زبيده، رغم انها حيا الله مرات ابوك مش امك. اقول لك ايه، هتجيب سيره امي هجيب سيره. لا لا لا، ولا يا عرب، لا تجيب سيره امي ولا اجيب سيره امك. اديني 100,000 جنيه يا سيد واوعدك ما تشوفش وش امي ده تاني. تجننت يا ابني، اجيبهم لك من ايه؟ عيب عليك يا سيد، والله عيب. انت مش شايف المكان اللي انت قاعد فيه يا سيد؟ المكان ده بيترمى الفلوس فيه بالملايين، وانت مش هتغلب، ده انت ايدك تتلفى في حرير يا سيد. شش وطي صوتك، تجننت. حلو قوي، طالما خايف من الفضيحة يبقى احنا كده اتفقنا، هسيبك تقعد مع نفسك شوية وتشوف هتلم الفلوس في قد ايه، ودي هتبقى مهلة هتديها لنفسك بنفسك، بعدها تاخدها من قصيره وتيجي تسلم لنفسك. وبقى سلمنا على نفسك كتير يا سيد. السلام. الله يسلمك يا عرب، ولو ان انا عارف انها مش من قلبك، يبقى سلمنا على نفسك كتير. قالوا هاتك بقى. برضه سبت وامشي؟ بس على فكره لذيذ قوي قريبك ده. في ايه يا بشير؟ لو عاجبك الدوكش اول افهولك يا اخي. اول مره اشوف واحد دم الدوكش عاجبه. ده انت عجيب. مشكلوش متخانقين على ورث عشان كده قافل منه. معلش يا خالتي خليكي جنبها، هوصل المستشفى اللي جنبنا اجيب دكتور يشوفها. ها مش هتاخر. روح يا ابن الناس لبعضيها، ربنا يطمنك عليها. ربنا يطمنك يا أم. يا دي الليلة السودة. نعم انت كمان خير؟ عاوزك ضروري ممكن؟ يا بنتي يا بنتي، عايز ارتاح وانا مش مطلوب ارتاح الليلة دي. هو انت اللي بتعاملني كده يا سيد؟ يا ست انجزي انجزي. نعم عايزه ايه دلوقتي؟ انا عرفت مكان الملفات القديمه للناس اللي كانت شغاله هنا زمان، واللي ممكن الاقي فيهم ملف عجل. بركه ازغرط لك؟ لا عايزك تساعدني، ندخل مكتب مدير شؤون العاملين ندور فيه على ملف عجل. ما تروح لوحدك وانت نوخه. يلا يلا بلاش دلع. يا سيد يا سيد، ما احنا مش هنروح بالنهار، هنروح بالليل. جرابت بت بت و60 بت كمان. بقول لك ايه، شغل الافلام اللي هيوديكي في 60 داهيه ده مش هياكل معايا. كفايه المره اللي فاتت لحقتك قبل ما ترتك بجنيه في البيت ده. يعني انت توريني السكه يا سيد وسيبني امشي فيها لوحدي؟ يرضيك؟ وانت نوخه، ما تروحي، يمكن ربنا يسخر لك ناس ولاد حلال يدلوك على الطريق بدل سكتك العوجه دي. انا طريقي عوج يا سيد؟ ربنا يسامحك. هيسامحني هيسامحني ويغفر لي باللي بشوفه معاكم في الدنيا. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا سماح. الو. ايوه يا علي، انت اتجننت تكلمني على النمره دي؟ امك في حاله خطره يا نجوى، مودينها المستشفى. بكلمك من عربيه الاسعاف. ايه اللي انت بتقوله ده؟ جالها غيبوبه السكر والدكتور مش مطمن. اتصرفي بقى وانزلي باي طريقه. طب اقفل انت بس دلوقتي وانا هتصرف. الو. ايوه يا سيد، ماما دخلت المستشفى، لازم انزل مصر دلوقتي حالا. فاضل 6 ساعات على ميعاد الطياره، هننزل ازاي بس؟ مش هسامح نفسي يا سيد لو جرى لها حاجه وانا بعيد عنها. اتصرف يا سيد. حتى السواق مش هينفع ناخده، هيكتشف ان احنا رايحين لامك المستشفى.
تقول لك امي بتموت، اتصرف يا سيد. طب تعالي هجيب مفاتيح العربيه واسوق بنفسي، ربنا يستر. يا رب. وانا متجوز سابي غرزه. نام يا مهجه، نام يا مهجه. الله لا يسيئك، انا مش ناقصك. مالك بس يا سيد الرجاله؟ يبقى مشغل بخور، دي اكيد عكوسات. ده اكيد غباوات مش عكوسات. ايه دخل العكوسات باللي انا فيه؟ طب ما تقول لي مالك، يمكن اشور عليك. العمليه اللي بتيجي كل 10 سنين مره هتبوظ مني بسبب النداله وقله الاصل. حسونا بيصطاد في الماء العكره وعايز يهبر على الجاهز، وابو اليزيد عامل لي فيها خضره الشريفه، وسالم بيه في عرض البحر ومش عارف اوصله. والمكسب اللي هيجيلي من العمليه دي يا مهجه هيغطيني شقه ومخاطره سنين طويله. طب بتكلم الباشا الكبير جمال السكري؟ او ماله، ده راجل ايده طايله ومش هيغلب انه يساعدك. تفتكري اديك بتعمل اللي عليك؟ ولو اني يا بيبي انت اللي غلطان، ياما قلت لك شيل سيوله شيل سيوله، مفيش فايده. سيوله ايه يا مهجه؟ دي عمليه ب 300 مليون جنيه. ايوه يا علي، ثواني اكون قدامك. انا هركن وحصلك على طول. يا ولاد مش دي نجوى برضه؟ هي مش دي اللي ماتت؟ وايه النظافه والشياكه اللي عليها دي؟ ايه يا علي؟ خلاص؟ امي ماتت؟ امي فين يا علي؟ امي فين؟ عايزه امي. استهدي بالله يا بنتي. مش قادرة توقف على رجليك. بقول لك عايزة اشوفها.